من الشعر حكمة. أرى أمة في الغار بعد محمد تعود إليه حين يفدحها الأمر. ألم تخرجي منه إلى الملك آنفا كأنك أنت الدهر لو أنصف الدهر؟ فما لك تخشين السيوف ببابه كأم غزال فيه جمدها الذعر. قد ارتجفت فبيض بالخوف وجهها، وقد ثبتت فاسود من ظلها الصخر. يا أمتي يا ظبية في الغار ضاقت عن خطاها كل أقطار الممالك، في بالها ليل المذابح والنجوم شهود زور في البروج، في بالها دورية فيها جنود يضحكون بلا سبب، وترى ظلالا للجنود على حجارة غارها فتظنهم جنا وتبكي، إنه الموت الأكيد ولا سبيل إلى الهرب. يا ظبيتي مهلا تعالي وانظري، هذا فتى خرج الغداة ولم يصب، في كفه حلوى يناديك اخرجي، لا بأس يا هذه عليك من الخروج، ولتذكري أيام كنت طليقة تهدي خطاك النجم في عليائه، والله يعرف من خلالك. يا أمنا والموت أبله قرية يهذي ويسرق ما يطيب له من الثمر المبارك في سلالك، ولأنه يا أم أبله فهو ليس بمنته من ألف عام عن قتالك، حتى أتاك بحاملات الطائرات وفوقها جيش من البلهاء يسرق من حلالك، ويظن أن بغزوة أو غزوتين سينتهي فرح الثمار على تلالك. يا موتنا يشفيك ربك من ضلالك. يا أمة في الغار ما حتم علينا أن نحب ظلامه، إني رأيت الصبح يلبس زي أطفال المدارس حاملا أقلامه، ويطوف ما بين الشوارع باحثا عن شاعر يهدي إليه كلامه ليذيعه للكون في أفق تلون بالنداوة واللهب. يا أمتي يا ظبية في الغار قومي وانظري، الصبح تلميذ لأشعار العرب. يا أمتي أنا لست أعمى عن كسور في الغزالة، إنها عرجاء أدري، إنها عشواء أدري، إن فيها كل أوجاع الزمان، وإنها مطرودة مجلودة من كل مملوك ومالك، أدري ولكن لا أرى في كل هذا أي عذر لاعتزالك. يا أمنا لا تفزعي من سطوة السلطان، أية سطوة ما شئت ولي واعزلي، لا يوجد السلطان إلا في خيالك. يا أمتي أدري بأن المرء قد يخشى المهالك، لكن أذكركم فقط فتذكروا، قد كان هذا كله من قبل واجتزنا به، لا شيء من هذا يخيف ولا مفاجأة هنالك. يا أمتي ارتبكي قليلا، إنه أمر طبيعي، وقومي إنه أمر طبيعي كذلك. من الشعر حكمة. معين الدمع لن يبقى معينا، فمن أي المصائب تدمعينا؟ زمان هون الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا. معين الدمع لن يبقى معينا، فمن أي المصائب تدمعينا؟ زمان هون الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا. ملأنا البر من قتلى كرام على غير الإهانة صابرين، كأنهم أتوا سوق المنايا فصاروا ينظرون وينتقون، لو أن الدهر يعرف حق قوم لقبل منهم اليد والجبين. عرفنا الدهر في حاليه حتى تعودناهما شدا ولينا، فما رد الرثاء لنا قتيلا ولا فك الرجاء لنا سجينا. سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير المؤمنين ونحمله، سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير المؤمنين ونحمله على هام الرزايا لدهر نشتهيه ويشتهينا، فإن الحق مشتاق إلى أن يرى بعض الجبابر ساجدين. من الشعر حكمة.